فيلمنا بيبدأ في الغابة في نص الليل، وبنشوف طفلة صغيرة وهي ماسكة العروسة بتاعتها وبتجري، وبيظهر ان في شخص بيطاردها، وبتفضل البنت تجري منه لحد ما بيحبسها في بيته وبيقتلها بالفاس اللي معاه، وبتنتشر القضية في المدينة كلها، وبنعرف ان الشرطة لقت جثة الطفلة متقطعة لأجزاء وقدروا يجمعوا كل الأجزاء ما عدا راس الطفلة. وفي الفترة دي بتنتشر حوادث اختفاء الأطفال، وبعدها بفترة بيلاقوا الجثث متقطعة بنفس الطريقة، وبيظهر ناس كتير بيتكلموا عن اللي بيحصل، وبيجتمعوا على ان الوحش ده مش هيبطل يقتل الأطفال غير لما يلاقوا جثة كاملة ويجمعوا أعضاءها في مكان واحد، وبتتعرف القضية باسم البحث عن الجثة. وبيعدي سنين وبنشوف بنت مراهقة اسمها أوسكا وهي بتصحى من النوم يوم 5 يوليو وبتستعد للمدرسة، وبتدي لها والدتها أكل زيادة عشان توزع على أصحابها، وبتحس أوسكا بالإحراج وده لأنها ما عندهاش صحاب أصلا، ومع ذلك بترفض إنها تصارح والدتها. وفي طريقها للمدرسة بتشوف قطة وبتعجب بيها، لكن فجأة بتحاول القطة إنها تعدي الشارع فبتخبطها عربية وبتموت. وبتوصل أوسكا للمدرسة، وهناك بتقابل شاب اسمه تاكيرو اللي بيكون من أشطر الطلاب في كرة السلة، ومع ذلك رفض الاحتراف. وبيظهر إنها معجبة بيه لكن مش بتقول لحد، وبينسى تاكيرو الدبوس بتاعه، بتكون أوسكا عايز تديهوله لكن بتيجي بنت تانية وبتديهوله هي. وبيوصل الطلبة على الفصل بتاعهم وبيلاحظوا إن فلوس المهرجان اختفت، فبيتهموا طالب اسمه شوتا إن هو اللي سرقهم، وبالرغم من إنه بيكون بريء لكن مش بيقدر يدافع عن نفسه. وبعدها بتوصل الطالبة ري رئيسة الفصل وبتهدي الطلبة وبتعتذر لأن الفلوس كانت مسؤوليتها وهي اللي نسيتهم، وبيظهر إنها طيبة جدا ومش بتحب المشاكل. وبيجي وقت الغداء وبتروح أوسكا تقعد عند مبنى الكنيسة اللي بيكون لسه تحت الإنشاء، وبيكون في قدامها بير عميق، وبتتخيل إن في أيادي كتير بتخرج من البير ده. وفجأة بيوصل مجموعة عمال وبيطلبوا من أوسكا تقعد في مكان تاني لأنهم هيشتغلوا في المكان ده. وفي الوقت ده بتلاحظ أوسكا إن كل حاجة اختفت والبير رجع زي الأول، وبتدور على مكان تاني تقعد فيه. وفجأة بتظهر طفلة من وراها وبتقولها تدور على جثتها، وبمجرد ما بتلف أوسكا وبتدور على البنت بتلاقيها اختفت. وبالليل بتستعد أوسكا للنوم وبيجي لها رسالة من رقم مجهول بيقول إن الشخص الملطخ بالدم لو مسكها هيقتلها، وبيفضل يكرر نفس الرسالة. فبتترعب أوسكا وبتفضل تعيط لحد ما بتنام. وفي نص الليل وتحديدا الساعة 12 بالظبط بتلاقي أوسكا نفسها في مبنى الكنيسة اللي جوه المدرسة، وبيكون معاه 5 طلاب تانيين واللي هم تاكيرو وشوتا وري وبنت اسمها روميكو وولد اسمه إيتسو. وبنعرف إن إيتسو كان صديق تاكيرو زمان لكنه من فترة بطل يجي المدرسة ومحدش يعرف السبب، وبيكون الستة مش فاهمين حاجة ولا عارفين إيه اللي جابهم المدرسة، وبيشوفوا قدامهم تابوت وبيترعبوا. وبيستنتج شوتا إن الموضوع ليه علاقة بالبحث عن الجثة، وبيبان إنه قرأ عن الموضوع قبل كده، وبيكون إيتسو مش مهتم بكل اللي بيحصل وبيسيبهم وبيخرج عشان يروح. وفجأة بيسمعوا صوت صراخه فبيجروا عليه وبيلاقوه مقتول في جنينة المدرسة وجسمه مقسوم نصين. وفي الوقت ده بتكون روميكو لسه في الكنيسة، وفجأة بيشوفوها وهي بتترمي من شباك الكنيسة بعد ما اتقتلت، وبيشوفوا ظل اسود لوحش كبير جاي من ناحية الكنيسة، فبيترعب الأربعة الباقيين وبيجروا ناحية البوابة لكن بيلاقوها مقفولة بالقفل. وبعد محاولات كتير بيفشلوا انهم يكسروه، وبيستخبوا في غرفة تغيير الملابس. وفجأة بيشوفوا شوتا وهو عمال يصرخ، وبيظهر ان في حاجة ماسكاه وعمالة تضربه لحد ما بيموت. وبتجري ري ناحية السلم عشان تهرب لكن بتتغير ملامحها وبيبان انها شافت حاجة، وفجأة بتتسحب من مكانها وبتقع على الأرض ميتة. وبكده بيكون أوسكا وتاكيرو هما اللي فاضلين وبيجروا يستخبوا في عيادة المدرسة، وبتستخبى أوسكا تحت السرير، أما تاكيرو فبيقفل الباب عليهم وبيفضل ماسكه، لكن الوحش بيمد إيده وبيكسر الإزاز وبيقدر بعدها إنه يفتح الباب وبيقتل تاكيرو بمنتهى الوحشية. وبتحاول أوسكا ما تطلعش أي صوت، ومع ذلك بيلاقيها الوحش وبيشدها من تحت السرير، وبيظهر إن الوحش عبارة عن طفلة صغيرة جسمها مليان دم وبتكون ملامحها مرعبة، وبتبقى ماسكة العروسة بتاعتها ورافضة تتخلى عنها، وبتفضل تضرب في أوسكا لحد ما بتقتلها. وتاني يوم بتصحى أوسكا من النوم وبتكتشف إن تاريخ اليوم هو 5 يوليو وإنها كل ده كانت بتحلم مش أكتر، لكن الغريبة إن كل التفاصيل بتاعت اليوم بتفضل تتكرر زي ما هي، بداية من الأكل الزيادة اللي بتديهولها والدتها والقطة اللي بتموت في الشارع وفلوس المهرجان اللي بتختفي. وبتكون أوسكا مش فاهمة حاجة من اللي بتحصل، وبعدها بيتجمع نفس الطلاب الستة اللي كانوا في الحلم وبيظهر إنهم شافوا نفس الحلم وإن اليوم ده بيتكرر عندهم كلهم. وبيقول شوتا إنهم كل يوم بالليل هيلاقوا نفسهم في نفس المكان وهيفضل اليوم ده يتكرر لحد ما يلاقوا أجزاء الجثة ويجمعوها في التابوت، وبيحذرهم من الوحش الأحمر وبيقول إنه هيفضل يطاردهم وهيحاول يمنعهم من تجميع الجثة. وأثناء ما هما بيتكلموا بيشوفهم مدرس اسمه شيرو وبيبان إنه عارف حاجة عن الموضوع، ومع ذلك بيمشي بدون ما يقول أي حاجة. وفي نص الليل بيفوق الطلبة من تاني وبيلاقوا نفسهم في الكنيسة، وبيقرروا إنهم يفتشوا المدرسة ويبدأوا يدوروا على أجزاء الجثة، وكالعادة بيرفض إيتسون ويساعدهم وبيروح يقعد على جنب. وبيوزعوا نفسهم وبتروح كل مجموعة تدور في مكان معين، وبيحاولوا إنهم ما يطلعوش أي صوت عشان الوحش ما يقدرش يوصل لهم. وبيوصل تاكيرو وأوسكا لغرفة معينة وبيلاقوا دراع الجثة في حوض السمك، وقبل ما يمسكوه بتبدأ الأنوار تولع وتطفي، وبيشوفوا الوحش اللي على هيئة طفلة وصل لعندهم، فبيستخبى الاتنين على جنب. وبيقرر تاكيرو إنه يحاول يشغل الطفلة لحد ما أوسكا تاخد الدراع وتحطه في التابوت، وفعلا بيطلع تاكيرو من مكانه وبتبدأ الطفلة تطرده لحد ما بتقتله. وفي الوقت ده بيستخبى شوتا في خزنة صغيرة لكن الطفلة بتقدر إنها تلاقيه وبتقتله هو كمان. وبيشوف ري وروميكو اللي حصل فبيضغطوا على زر معين عشان يقفلوا على نفسهم الباب، وبتاخد أوسكا الدراع اللي معاها وبتجري عشان تستخبى معاهم وبتقدر إنها تدخلهم على آخر لحظة. وفي أثناء ما هما فرحانين إنهم قدروا يهربوا بيتفاجئوا إن الطفلة قدرت تفتح جزء من الباب، وبتحاول تسحب
روميكو من وسطيهم، وبتفضل أوسكا ماسكة في إيديها ورافضة إنها تسيبها لحد ما بتسحبهم الطفلة هما الاتنين وبتقتلهم. فبتاخد ريد دراع من على الأرض وبتجري تحطه في التابوت، وبعدها بتوصل الطفلة لعندها وبتقتلها هي كمان. وتاني يوم بتصحى أوسكا من النوم وبتكتشف إنه نفس اليوم لسه بيتعاد، والمرة دي بيقدر الخمسة إنهم ينقذوا القطة من الموت. وبعدها بتطمنهم ريد إنها قدرت تحط الدراع في التابوت قبل ما تتقتل، وبيكونوا مبسوطين إنهم قدروا يوصلوا لجزء من الجثة. وبالرغم من كل اللي بيحصل بتكون أوسكا مبسوطة إن أخيرا بقى عندها صحاب بعد ما فضلت طول حياتها وحيدة. وفي اليوم ده بتتدخل ريا عشان تدافع عن شوتا قدام كل الطلبة، وبنعرف إن في طالب حط له الفلوس في شنطته عشان يثبت عليه التهمة دي، فبتكذب ريا وبتقول إن هي اللي ادتهم له عشان يشيلهم معاه. وفي وقت قليل بيتصاحب التلات بنات وبيقربوا من بعض جدا، وفي نص الليل بيلاقوا نفسهم في المدرسة، والمرة دي بيستخبى التلات بنات في حمام السباحة عشان يهربوا من الطفلة، ولكن بتطلع لهم من تحت المية وبتقتلهم. وفي يوم بيقعد شوتا وتاكيرو يتكلموا، وبنعرف إن إيتسو كان صديق تاكيرو في المدرسة الإعدادية وإنه كان موهوب جدا في كرة السلة لدرجة إنه اتقبل في منحة في مدرسة كبيرة، ولكن في يوم اتصاب إيتسو ما قدرش يلعب تاني، وعشان كده المنحة بتاعته اتلغت ودخل نفس المدرسة بتاعتهم، لكنه من وقتها محبط بسبب اللي حصل ومش بيجي المدرسة. وبيتجمع الخمسة عشان يفكروا مع بعض، وبيقروا عن الطفلة اللي اتقتلت من 30 سنة، وبيستنتجوا إن دي الجثة المطلوب منهم يجمعوها، وبيستنتجوا كمان إن الشبح اللي قتلها قدر ياخد شكلها وهو اللي بيطاردهم. وبيديلهم شوتا خريطة للمدرسة عشان كل ما ينتهوا من البحث في جزء معين يشطبوا عليه، وبيقرروا إنهم يشغلوا موسيقى بصوت عالي في المدرسة كلها عشان يشتتوا انتباه الطفلة، وكمان كل شخص فيهم يستخدم لاسلكي عشان لو حد شاف الطفلة يبلغ الباقيين بمكانها. وفي خلال كام يوم بيقدروا إنهم يجمعوا جزء كبير من الجثة، وفي نهاية كل يوم بتقدر الطفلة إنها تلاقيهم وبتقتلهم. وفي يوم بيشوفهم المدرس شيرو هما متجمعين في المكتبة وبيسألهم عن اللي بيعملوه، فبتقول روميكو إنهم بيجمعوا أجزاء الجثة، وبتكون متأكدة إنه هينسى كل حاجة تاني يوم زي ما بيحصل معاهم. وبتلاحظ أوسكا علامات الخوف على وش شيرو وبتحس إنه عارف حاجة. وفي يوم بيكون الطلبة بيدوروا على باقي أجزاء الجثة، وكالعادة بيكون إيتسو قاعد بره ومش مهتم باللي بيحصل، وفجأة بيسمع صوت تاكيرو عن طريق اللاسلكي وهو بيستغيث، وده لأنه بيكون لقى جزء جديد من الجثة، ولكنه بيبقى مصاب ومش قادر يوصلها لحد التابوت، فبيروح إيتسو ياخدها منه وبيحطها في التابوت، وبكده بيكونوا جمعوا كل أجزاء الجثة ومش فاضل غير الراس. وفي الوقت ده بيكون الست قربوا من بعض أكتر وبقوا أصحاب وأصدقاء، خصوصا إيتسو وتاكيرو اللي رجعوا أصدقاء مقربين زي زمان. وبيعدي أيام ومش بيلاقوا الراس، فبيقرروا إنهم يروحوا للبيت اللي الطفلة اتقتلت فيه، وهناك بيعرفوا إن الطفلة دي كان اسمها ميكو وإنها كانت مريضة ومش بتروح المدرسة، وعشان كده كانت طفلة وحيدة وبتعتبر العروسة بتاعتها هي صديقتها الوحيدة. وبيلاقوا العروسة موجودة في البيت لكنها فجأة بتختفي من قدامهم، فبيترعبوا وبيهربوا من المكان بسرعة. وبالليل بيتقابلوا في المدرسة، والمرة دي بيظهر الوحش ولكن مش في شكل طفلة زي كل مرة، وبيكون شكله مرعب جدا وبيقدر يقتل معظمهم، ومش بيتبقى غير ريو أوسكا. وفجأة بيقرب الوحش من ريو وبياكلها، فبتترعب أوسكا وبترمي نفسها من فوق المبنى قبل ما يمسكها. وتاني يوم بيكتشفوا إن ريو اختفت من المدرسة، والمفاجأة إن باقي الطلبة اللي معاهم في المدرسة بيقولوا إنهم ما يعرفوش حد بالاسم ده، فبيستنتجوا إن الشخص اللي بيتاكل عن طريق الوحش بيختفي من الحياة تماما. وبتقرر أوسكا إنها تروح تتكلم مع المدرس شيرو، وبتكون متأكدة إنه مخبي حاجة، فبيضطر شيرو يعترف لها بالحقيقة وبيقول إنه لما كان طالب زيهم كان مهتم بتجميع الجثة هو وأصحابه، وإنهم بعد ما خلصوا مهمتهم صحوا تاني يوم ناسين كل حاجة لدرجة إنهم نسيوا بعض. وبنعرف إن شيرو الوحيد اللي قدر يفتكر اللي حصل لما لقى كتاب بيتكلم عن البحث عن الجثة، ووقتها استرجع الذكريات المهمة دي، لكن ما قدرش يفتكر مين اللي كان معاه من أصدقائه. فبتتصدم أوسكا وبتخاف ترجع وحيدة زي زمان، وبتحكي لتاكيرو عن اللي حصل، وبيبان إنه بدأ يحبها وعشان كده بيوعدها إن عمره ما هينساها، وبيديلها الدبوس بتاعه عشان تحتفظ بيه. وبالليل بيجتمع الخمسة الباقيين في المدرسة وبيبدأوا يفكروا في مكان الراس، وبتخمن أوسكا إنها ممكن تكون جوه الوحش نفسه، وده لأنهم دوروا في المدرسة كلها وما لقوهاش. وبيجتمعوا كلهم في أوضة واحدة وبينصبوا فخ للوحش عشان يمسكوه، وبيتمنوا إنهم ينجحوا في اللي بيعملوه عشان ريه ترجع للحياة من تاني. وبيكون تاكيرو محتار ليه الوحش اختارهم هما بالذات، وبعد تفكير كتير بيخمن إن اختارهم لأن كل واحد فيهم بيحس بالوحدة بطريقة معينة، والوحش ده هو انعكاس للوحدة اللي جواهم. وبيقرروا إنهم يستجمعوا قوتهم ويقتلوه عشان يرجعوا لحياتهم الطبيعية. وبيوصل الوحش وبيمسك روميكو وبيبقى على وشك إنه يقتلها، فبيتدخل شوتا عشان يدافع عنها، ولكن الوحش بيقتله. وبيحاول الأربعة الباقيين إنهم يربطوا الوحش، وأثناء ما هما بيكتفوه بسلاسل الحديد بيقدر الوحش إنه يمسك روميكو وبيقتلها. وبيبدأ الثلاثة الباقيين يشغلوا الجهاز اللي هيقتلوا بيه، ولكن الوحش بيقطع سلك الكهرباء وبتروح أوسكا عشان تصلحه. وفي الوقت ده بيقدر الوحش إنه يفك إيده وبيمسك إيتسو وبيقتله، وبتتضايق تاكيرو من اللي حصل فبيمسك المنشار وبيقطع راس الوحش. وفي اللحظة دي بتخرج راس الطفلة من جوه جسمه وبتقع على الأرض، وبيروح أوسكا وتاكيرو يحطها في التابوت بما إنهم الوحيدين اللي لسه عايشين، وبيتفاجئوا إن الوحش لسه عايش وبيبدأ يجري وراهم، وبيقدر إنه يوقع تاكيرو على الأرض، وبتحاول أوسكا إنها تنقذ تاكيرو لكن بيطمنها إنهم هيتقابلوا تاني. وفجأة بيجي الوحش من وراه وبياكله، وبيبدأ الوحش إنه يطارد أوسكا فبتقع على الأرض وبيقع منها الراس والدبوس. وبتفتكر كلام تاكيرو عن العلاقة ما بين الوحش والوحدة، فبتقرر إنها تخلص من الوحش عشان تخلص من وحدتها للأبد، فبتاخد الدبوس وبعدها بتمسك عصاية وبتفضل تضرب في الوحش لحد ما بيقع على الأرض وبيقع عليه صليب كبير وبيموت. وبترجع أوسكا الراس لمكانها وبتقفل التابوت وبتنام. وتاني يوم واللي بيكون يوم 6 يوليو بتصحى أوسكا من النوم وبتجهز للمدرسة، وبتعرف من الأخبار إنهم لقوا جمجمة بنت في الكنيسة اللي جوه
المدرسه بتاعتها، وبيظهر ان اوسكا مش فاكره اي حاجه عن اللي حصل، وبتوصل للمدرسه وبيظهر ان اصحابهم كمان مش فاكرين اي حاجه، وبنعرف ان ري رجعت للحياه من تاني، وكمان اتسو رجع للمدرسه. وفي اليوم ده بيقع من اوسكا الدبوس اللي معاها، وبمجرد ما بيشوفوا تاكيرو بيفتكروا كل حاجه، وبيروح يدي لها الدبوس، فبتفتكر اوسكا هي كمان، وبتفرح ان تاكيرو وفى بوعده وما نساهاش. وبيتم اختبار 6 طلاب عشان يمسكوا لجنه التحكيم في المهرجان بتاع المدرسه، وبيظهر ان الستة دول هم الست طلاب اللي كانوا في مهمه تجميع جثه البنت. وبعدها بفتره بنشوف ورقه جورنال وقع في البير اللي جنب الكنيسه، وبيكون ده خبر قتل الطفله ميكو، وفجاه بيتحول الخبر لوفاه الطفله اوسكا. الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.